دعني أخذ أيضا هذا الطرح وأتوجه به إلى ضيفي الذي انضم إلينا الآن، الدكتور عمرو ديب، الكاتب المتخصص في شؤون روسية. دكتور عمرو، أهلا بك ومرحبا. إذا ربما نتحدث عن نوايا غير بريئة تماما في الاتجاه إلى القارة السمراء، سواء من الولايات المتحدة أو ربما من دول أخرى. يمثل الاستثمار والاقتصاد جزءا، لكن يخشى من انتقال الصراع بين القوى العظمى أو القوى الكبرى إلى مناطق أخرى في العالم، وتحديدا القارة الإفريقية. هل تشاطر هذه الرؤى أم أنك ترى جانبا مختلفا؟ طبعا أهلا وسهلا بكم. أولا، القارة الإفريقية ستكون بالفعل، أو يعني بالفعل لن ستكون، ولكن هي بالفعل حاليا مسرح آخر للصراع بين الغرب وبين الشرق. الشرق يعني نقصد به روسيا والصين. الصين كما نعلم جميعا لديها وجود اقتصادي قوي جدا في الدول الأفريقية. الصين لديها مثلا قاعدة عسكرية في جيبوتي. روسيا أيضا بعد ذلك كانت هناك علاقات، يعني بدأت علاقات مشتركة بين روسيا ورواندا منذ فترة، والآن وزير الخارجية الروسي يزور بعض الدول الأفريقية، طبعا أنغولا، ناميبيا، وأخيرا طبعا أثيوبيا. هناك نية يعني موجودة بالفعل لدى روسيا بالتواجد في القارة الأفريقية بشكل خاص. القارة الأفريقية هنا نتكلم عن مواد أولية، نتكلم عن ذهب، نتكلم عن النحاس، نتكلم عن الألمنيوم، نتكلم عن يعني مواد أولية مهمة جدا للاقتصاد الروسي. وطبعا من الجانب الآخر يعني يتزامن مع زيارة سيرجي لافروف، زيارة ريكس تيلرسون أيضا لبعض الدول الأفريقية. يعني حتى بالصدفة يعني الزيارة بشكل متوازي لوزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية الأمريكي بشكل خاص. الآن هم في أفريقيا، الآن هم يتوجهون إلى أفريقيا. أنا أشك ونشكك في هذه الكلمة، كلمة الصدفة دكتور عمرو. طبعا ما فيش صدفة في السياسة، لا توجد صدفة في السياسة، ولكن يوجد مصالح، والمصالح الاقتصادية هي الحاكمة الآن. يعني كل الدول بخصوص الدول الكبرى تبتعد كل البعد، أو تريد الابتعاد كل البعد عن أي مواجهة عسكرية مباشرة، لأن أي مواجهة عسكرية مباشرة هي تعني العالم. لذلك المسرح المتاح الآن هو المسرح الاقتصادي، هو الوجود الاقتصادي، والوجود الاقتصادي هو الذي يبني الدول، هو الذي يعني يضع في ميزان القوة أو القوة العسكرية أو القوة بشكل عام، قوة الدول. الميزان الاقتصادي والتواجد الاقتصادي هو الذي يحدد من هي الدولة القوية ومن هي الدولة الضعيفة الآن، ليس فقط القوة العسكرية. لذلك أفريقيا هي المسرح المقبل للمواجهة الأمريكية الروسية. نعلم أن المواجهة الأمريكية الروسية موجودة الآن في سوريا، طبعا في الشرق الأوسط ككل، في أوكرانيا، في منطقة البحر البلطيق، في كوريا الشمالية، في بعض المناطق أيضا في العالم. مسرح جديد يضاف إلى مسارح الصراع هو المقبل، لكن ربما يخشى العالم أن يكون الأخير. على أي حال سوف نتابع مرات ومرات هذا الحديث عن هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك دكتور عمرو الديب، الكاتب المتخصص في شؤون الروسية.